شو نسوي لوحة صغيرة؟ أول شي بسويه باخذ البرتقالي بحطه هني، بعدين باخذ الأصفر بحطه هني وبدمجه فوق البرتقالي، بعدين باخذ أخضر فاتح بحطه هني بهالشكل ملون، بعدين باخذ أزرق بلون هالقطعة الصغيرة، بعدين باخذ أخضر غامق بحط هالجهة وبدمجه ويا الأخضر الفاتح، نفس الشي بالأزرق الغامق. فرشاة صغيرة بشيل أسود برسم أشجار، نشيل الشلوشن. خلاص شوفوا شلون صارت اللوحة، أحس بدها تتكمل أفكاري يا جماعة، أعطوني أفكار.